طب لما طلعت فوق مين بقى الجيل اللي كان موجود وقتها في النادي الاهلي، ومين اول واحد استقبلك كده وانت لسه صغير ناشئ طالع الفريق الاول؟ ودي دايما عاده في النادي الاهلي، دايما اللعيبه الكبار هي اللي بتحتضن اللعيبه الصغيره وتاخد بايديها. دي حقيقي طبعا. دي حاجه، ودي من العوامل ان كان اللعيب اللي كان بيطلع من ناشئين بيندمج وبيقدر يعني نجوميته تظهر بسرعه. لان اولا التعامل زائد الاحترام، الكبير بيحترم الصغير والصغير بيحترم الكبير. ده عادات وتقاليد النادي الاهلي دايما. بالظبط. كان وقتها كابتن مصطفى يونس كان هو كابتن الفرقه، كابتن مصطفى عبده كان بعديه، كابتن خطيب، كابتن مختار، كابتن اكرامي. دي اللعيبه الكبار وقتها في الفريق. دي اللعيبه دول الكبار. وكابتن ماهر همام. دول الكبار. كابتن مجدي عبد الغني. دول اللي ساعدوا الوعي. يعني هو كان في برضو ميزه لما اللعيبه الكبار دي بيشوفوا لعيب طالع يعني مميز في حاجه معينه في الكوره، في الكلام دوت، كلهم بيساعدوه وكلهم بيحتضنوه وبيقدموا له كل شيء وبينصحوه، وبالتالي اللي ما كانش في حد بيتكبر على التاني. الكبير والصغير في احترام. الملعب كان كابتن مصطفى يونس، كابتن مصطفى عبده، كابتن خطيب، كانوا بيدوا لحمدي وأسامة عربي كل واحد فرصته. يعني ما بقاش في حته ستريس عليه في الملعب. ايوه، بديك الثقه عشان تبدا تدخل الفريق. بالظبط. وانت بناء على الثقه دي انت بتبدع وبتقدم كل اللي عندك. كابتن جوهري بقى في اول تمرينه قال لك ايه؟ كابتن جوهري الله يرحمه، الله يرحمه، فضل عظيم 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 عليا في كلاعب وكمدرب بعدين. استفدت منه وتعلمت منه كتير فوق ما تتخيل، لان كابتن جوهري من المدربين العظماء اللي هو بيتعامل بادق التفاصيل، ادق التفاصيل للعيب والمباراه. لدرجه ان هو كان بيجي هو علمني، بص شوف ادق التفاصيل، علمني اربط رباط الجزمه، رباط الجزمه، جزمه الكوره، علمني في ادق التفاصيل كده. دي ادق التفاصيل. علمني رباط الجزمه يتربط كده. انت عارف افريقيا وقتها كابتن جوهري عشان كان راجل عسكري فكل حاجه عنده بالورقه وبالقلم. بس سيبش حاجه كده، ادق التفاصيل، ادق التفاصيل طبعا، يعني ما بيسيبهاش. افريقيا الملاعب وقتها ما كانتش طبعا مش زي دلوقتي. مش زي دلوقتي. زائد الجو والمطر وبتاع. علمني اجيب زيت البرافين اللي هو بتاع التسخين، اعمل الاسترزات، نعل الجزمه خاصه. ان انا كنت يعني بلبس استرز المونيا، فكان هو بيحبني جدا. الوحيد بلبس استرز سته، استرز المونيا، المونيا كان وقتها دي حاجه يعني على احدث موضه. يعني انت عارف بتبقى صعب انك انت تلعب بيه في اي ملعب يعني. وخاصه بقى ملاعب افريقيا. لازم كنت تلعب بالاسترزات الالمونيا دي. لان الملاعب طينه، زائد ان الفرق اللي كنا بنلعبها كانت بنفس الحكايه، بتبقى لابسه سترز الالمونيا. حتى يمكن كابتن خطيب اتعور بسبب السترز الالمونيا في وانا يعني جالي ارتجاج في ماتش كده اسك ساحل العاج. يوسف وفوانا هو الباك ليفت دخلوا بدماغي، جابوا له ارتجاج قعدت فيها بتاع اسبوع. ده في الماتشات الافريقيه. في ماتش ماتش افريقي في ساحل العاج. فكابتن جوهري ما كانش بيسيب حاجه للصدفه. لدرجه احكي لك حاجه. طبعا. كنا بنلاعب، كنا في اوغندا بنلاعب اكسبريس اوغندا. فرقه اكسبريس اوغندا فرقه قوية زي اهلي وزمالك في مصر كده، فرقه من الفرق بطل اوغندا، قويه بطل اوغندا. بين الشوطين اولا اوغندا 24 ساعه مطره شغاله. 12 شهر في السنه. حقيقه لعبنا احنا في اوغندا قبل كده وتبقى الاجواء كده دايما حاجه صعبه قوي يعني. فالكابتن جوهري كنا كسبانين 2-0 هنا في، وده الماتش الثاني هناك. فبين الشوطين من كتر الخوف من الملعب والطينه والكلام دوت، كان في عرق خشب كده في اوضه اللبس. كانك يعني طبعا انت عارف ما كانش زي دلوقتي. ضرب العرق الخشب دوت، كسره.
بين الشوطين من 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 من, من الخوف ان احنا ايه يدخل فينا المباراه تضيع منكم وتضيع. بعد الماتش انتهى الماتش ده انتهى 0-0. بعد الماتش بقى كابتن بيحكي هو قال انا كنت خايف ان يدخل فينا جولين ونلعب ضربات جزاء. لو لعبنا ضربات جزاء طب ايه المشكله يا كابتن؟ قال لا، الخمسه اللي هيشوطوا ضربات الجزاء كلهم بيشوطوا على يمين الجون. التراي بتاع الحارس المرمى مميز على اليمين، مميز على اليمين. شوف راح لتفاصيل انتوا كلاعيبه مش مدركينها في الوقت ده. وهو وهو يعني ما هو لما بيحكي لنا حاجه زي كده ما هو برضه بينبهك انك انت يعني تبص لقدام ما تبصش تحت رجليك. فيعني كابتن جوهري علم اجيال ككوره وكمدرب يعني. طبعا كابتن جوهري يعني زي ما بقول لحضرتك ده المدرسه العسكريه، يعني ما بيسيبش ادق التفاصيل غير ما بيكون موجود فيها.